يقول السائل: هل يجوز مد الرجلين إلى بيت الله؟ لا نعلم مانع من ذلك أنه يمد رجليه، الأمر واسع ولله الحمد. إنما الممنوع استقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغائط، هذا الذي ورد النهي عنه: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. أما مد الرجلين فأمر سهل إن شاء الله. نعم.